عندنا عدد مكاتب 1600 مكتب، دي على مستوى الجمهورية. لو على مستوى القاهرة انت بتتكلم في 250 مكتب بريد على مستوى القاهرة الكبرى، اللي هي بدءا بقى من القطامية لحلوان لجنوب القاهرة لشرق القاهرة لوسط وشمال القاهرة. 250 مكتب. الإقبال على مستوى الجمهورية، أنا بتكلم برضه كرقم إجمالي على مستوى الجمهورية، الإقبال متميز حتى هذه اللحظة، في إقبال رغم إن الناس لم يعلن عن المشروع بشكل يعني مكثف خلال مثلا اليومين اللي فاتوا. كل القصة إن جه في شريط الأخبار إنه البريد المصري هيشتغل في الشهادات، ومع ذلك هناك حصيلة يمكن ارتباط النفسي أو الوجداني ما بين أفراد الشعب المصري بفئاته البسيطة وشرائحه المختلفة بالبريد المصري. هذا الارتباط الروحي أو النفسي ما بين مكتب البريد والمجتمع المصري هو ده السبب في هذا الإقبال. احنا في ساعتين شغل عاملين 60 مليون جنيه، واحنا بنشتغل في يعني معظم الناس اللي جاي لنا الشهادة ب10 جنيه وفئة ال100 جنيه، يعني مش فئة الألف ومضاعفاتها، دي مش عدد كبير. فإذا في إقبال. في أول ساعتين شغل كنا عاملين شغل مع حوالي 1700 عميل تقريبا على مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهورية. أسباب عدم يعني طرح الشهادات في البريد مع البنوك الأربعة، شايف الأسباب إيه وليه تأخر البريد؟ عدم طرح الشهادات. طرح القرار الجمهوري لما نزل حدد الأربع بنوك على مستوى الحصر، طبعا ما كانش ينفع ان احنا نشترك دون ان يكون لنا اسم في نص القرار، ولكن يعني باعتبارنا ان احنا اعرف مؤسسة خدمية اقتصادية في مصر ما كانش ينفع ما نشاركش، كان لازم نشارك في هذا الحدث القومي او المشروع القومي العملاق. فعملنا محاولات الحقيقة خلال الفترة الماضية مع بنك القاهرة، ووصلنا لتوقيع بروتوكول بينص على ان احنا نشارك بنك القاهرة في الجزء الخاص بيه. واعتقد ان احنا يعني من خلال 1600 مكتب على مستوى الجمهورية هنقدر نعمل قيمة مضافة حقيقية للمبلغ، وان شاء الله ندخل في عالم المليارات يعني خلال النهاردة او بكرة نكون كسرنا حجز المليار. يعني هتتوقعوا مثلا حصيلة معينة للشهادات دي؟ او والله احنا يعني نفسنا نوصل لاول مليار خلال النهاردة اخر النهار او بكرة على اقصى تقدير. والمكاتب عندنا شغالة 6 مساء، 400 مكتب شغالين 6 مساء، اعتقد ده هيدي مساحة كبيرة جدا، وعلى ما الناس بس تبتدي تعرف ان في البريد المصري بيقدم او بيقدم من خلاله طلبات الحصول على شهادات استثمار قناة السويس. هل في اجراءات معينة في البريد تختلف عن البنوك مثلا او؟ لا لا لا، هي نفس الاجراءات. كل ما هنالك ان انا مدي لنفسي فرصة على ما اجيب الشهادة واسلمها للعميل في حدود 10 ايام، لان انا هوديها له النجع بتاعه والقرية بتاعته. فكان لازم ادي لنفسي مساحه شويه من الوقت عشان ما يبقاش في ضغوط عليا، عشان العميل ما يشتكيش.